صل على سيدنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبراس الأمة كلها، هو النموذج والمثال الذي يحتذى في سلوكه الشخصي الاجتماعي القيادي الأخلاقي. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إحياؤنا لذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون إحياء للنموذج النبوي، نموذج الأخلاقي، نموذج الإنساني، نموذج العقائدي، نموذج العبادي، نموذج الاجتماعي، وأن نتمثل أيضا بالذات في هذه المرحلة الحرص النبوي الكبير على حماية الأمة من أي استهدافات داخلية أو خارجية. وصلي على سيدنا محمد.